قام سعادة الدكتور عبد بن راشد الزياني وزير الخارجيه اليوم بزياره لسفاره الجمهوريه الايطاليه لدى مملكه البحرين وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاه الرئيس جورجيو نابوليتانو رئيس الجمهوريه الايطاليه السابق وقد اعرب سعاده وزير الخارجيه لسعاده السيده باولا امادي سفير الجمهوريه الايطاليه لدى المملكه عن خالص تعازي ومواساه مملكه البحرين لحكومه وشعب الجمهوريه الايطاليه الصديقه في وفاه الرئيس الايطالي السابق مستذكرا مناقب الفقيد الراحل في خدمه وطنه والشعب الايطالي ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائيه مع مملكه البحرين والارتقاء بها الى مستويات اشمل خدمه لمصالح البلدين